الحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا أمجد العضيلة وزير الدولة لشؤون الإعلام. أهلا وسهلا بك معالي الوزير. بداية، ما هي الأسباب المباشرة وراء تأجيل موعد فتح المطار؟ مساء الخير لك ولكل المشاهدين. أهلا وسهلا. حقيقة نحن دائما في هذا الموضوع، خاصة منذ اجتياح هذا الوباء العالمي، كل دول العالم ومن بينها الأردن مع الأسف، كنا دائما نتقيد بتعليمات وزارة الصحة واللجان الوبائية بهذا الشأن. فتوصية اللجنة الوبائية اليوم، والتي صدرت يوم أمس حقيقة، بعدم الاستعجال في استقبال المسافرين أو القادمين من الدول التي صنفت بالدول الخضراء، وعدم جدولة رحلات منتظمة لهذه الدول. هذا السبب. السبب الثاني أيضا، معظم الدول التي صنفت خضراء أيضا لم تكن جاهزة وفق المعايير الأردنية التي وضعناها لاستقبال الزوار والقادمين من تلك الدول. يعني على سبيل المثال، في بعض الدول ترفض إجراء فحص PCR، بعض الدول خاصة دول مجموعة الاتحاد الأوروبي كان هناك في البداية قالوا أنه يجب التعامل مع الدول كمجموعة واحدة مع دول الاتحاد الأوروبي، لكن السبب الرئيسي والحقيقي للأسف هو أن أيضا الدول الخضراء أو التي صنفت بالخضراء تتحول بين يوم وليلة إلى حالة وبائية أخرى، على سبيل المثال صفراء أو حمراء. طب بالتالي معاليك، يعني هل يمكن أن نشهد تصنيف جديد للدول الخضراء؟ طبعا نحن التصنيف دائما موجود، وهناك دراسات لتصنيف الدول حسب انتشار الوباء بها. لكن أيضا الأمر المهم بالنسبة للأردن، نحن مقبلون على عام دراسي جديد، وأيضا مقبلون على الإجراء الانتخابات النيابية القادمة بإذن الله، ونحن نريد بقاء الأردن محافظا ومسيطرا على هذا الوباء. ولذلك كان الخيار من قبل اللجان الوبائية أنه إذا أردنا أن يبقى الأردن نظيفا ومسيطرا على هذا الوباء، فإن هناك خشية كبيرة من انتشار الوباء في حال فتحنا أو في حال تم تنظيم رحلات منتظمة من الدول الخضراء أو الصفراء أو غيرها. ولذلك هدفنا الأساسي اليوم هو فقط استقبال الأردنيين وعودة الأردنيين، ولذلك ستزيد معدل الرحلات لاستقبال أعداد الأردنيين خلال الأسابيع القادمة، ونتطلع إلى عودة جميع الأردنيين الذين أنهيت أعمالهم في بعض الدول الشقيقة والصديقة أو الذين تقطعت بهم السبل. والموضوع اليوم يعني هناك يعني تحقيق بشامل بأن عودة الأردنيين هي الأولوية بالنسبة لنا. موضوع تنظيم رحلات منتظمة أرجع إلى إشعار آخر حتى نرى ماذا سيحصل في من حالة وبائية في الدول التي كان من المتوقع أن يأتي منها بعض السياح أو الأجانب الذين يودون زيارة الأردن. يعني ليس هناك من مواعيد محددة أخرى مستقبلا معالي الوزير؟ هل من موعد محدد آخر أيضا سيتم فتح فيه المطار؟ يعني أتحدث هنا عن عودة الأردنيين وعن فتح المطار. الفتح المطار كما ذكرتنا، المطارات ستبقى مفتوحة لاستقبال الأردنيين وللشحن وغيرها، لكن موضوع رحلات منتظمة أرجع هذا الأمر حتى تتحقق إن شاء الله، نتأمل أن تخف الحالة الوبائية. ما دام الحالة الوبائية بازدياد، وما دام الحديث يجري عن موجة ثانية، فموضوع استقبال أو تنظيم رحلات منتظمة عبر للدول الخضراء أو غيرها أرجع حتى هذا اليوم. والموضوع
تحت الدراسة في المستقبل إن شاء الله. نعم. طيب، تحدث عن هاجس أو الخوف من الوضع الوبائي سواء من الحكومة أو من اللجنة الوبائية، لكن هناك حديث أيضا عن خلافات بين الحكومة والشركة المشغلة للمطار، إلى أي مدى هذا الكلام دقيق معالي الوزير؟ لا، هذا الأمر ليس دقيقا أبدا وليس له أي صحة. ما السبب في إرجاء تنظيم رحلات منتظمة كما ذكرت لك هو البناء على توصية اللجان الوبائية. المطار سيبقى مفتوحا، يعني هذا الحديث عن خلافات مالية وغيرها غير موجود. المطار سيبقى مفتوحا، بالذات مطار الملك علياء كما ذكرت لك لن يغلق ولم يغلق. فأي حديث عن خلافات مالية غير دقيق وغير صحيح. نعم، شكرا لك وزير الدولة لشؤون الإعلام معالي الوزير أمجد العضايلة، شكرا جزيلا لك.